تحية طيبة مشاهدينا الكرام في هذا المساء. إذن استعدادا لمعركة انتخابية هي الرابعة في أقل من عامين، الأحزاب الإسرائيلية قدمت قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية. جهود إبرام تحالفات جديدة في معسكر الوسط يسار باءت بالفشل، ليعلن حزب الإسرائيليون بزعامة عمدة تل أبيب رون خولدايه وتنوفا بزعامة النائب عوفر شيلح عن انسحابهما من المعركة حرصا على عدم بعثرة أصوات الوسط يسار. وفي اليمين تتجه الأحزاب المتشددة على يمين الليكود إلى الترشح بقائمة واحدة، ما يمكن أن يؤمن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية المنشودة من 61 عضوة. نتنياهو في إطار مغازلة العرب منح مكانا لمرشح عربي ضمن قائمة حزبه الليكود وهو الناشط نائل زعبي، أملا في أن يحصل على بضعة آلاف من الأصوات العربية، لا سيما على خلفية خيبة الأمل من فشل استمرار الشراكة بين الأحزاب العربية التي ستخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين. وبعد تقديم الأحزاب الإسرائيلية لوائحها الانتخابية وفشل التحالفات في معسكر الوسط يسار، كيف يبدو المشهد الانتخابي الإسرائيلي؟ وهل ستنجح القائمتان العربيتان بالحصول على تمثيل برلماني في الدورة المقبلة للكنيست؟ وهل ينجح نتنياهو بتأمين غالبية 61 عضوا حتى قبل فتح صناديق الاقتراع؟ هذا ما سنناقشه هذا المساء. ساعات قليلة تبقت لإغلاق قوائم الترشيح للانتخابات الإسرائيلية 24 والرابعة في أقل من عامين. مناورة ما بين أحزاب الوسط يسار واليمين، فمعسكر بنيامين نتنياهو يضم حزب شاس ويهودو هاتورا، أما المعسكر المناهض لنتنياهو فيجتمع به أبرز الأحزاب المتمثلة بإسرائيل بيتينو، يش عتيد وتكفى خدشا والعمل، بالإضافة لميرتس وكخول لافان. أما يمين بزعامة نفتالي بنت يقود المعسكر المحايد. وفي أبرز تطورات قوائم الترشيح هو اختفاء بعض أحزابها، إذ أعلن رون خولدايه رئيس بلدية تل أبيب أن حزبه هاي إسرائيليم لن يخوض الانتخابات، وكان قد سبقه أيضا في ذات القرار عضو الكنيسة عوفر شيلح بعد محادثات لم تفضي لنتيجة إيجابية مع حزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي، ما دفعه لينسحب هو وحزبه تنوفا من المنافسة الانتخابية. أما الأحزاب العربية التي كانت موحدة فقد تفرقت بعدما أعلنت القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية بزعامة منصور عباس انسحابها من القائمة المشتركة وخوضها المعركة الانتخابية منفردة، بينما يبقى كل من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي متوحدين في النزال الانتخابي. كر وفر بين الأحزاب خلف الكواليس من أجل ضمان أكبر عدد من المقاعد، في حين أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في الصدارة حاصداً 31 مقعداً، ومنافسه يش عتيد بقيادة يائير لابيد 18 مقعداً، وحزب تكفى خدشا بزعامة جدعون ساعر 14 مقعداً، والقائمة المشتركة 10 مقاعد. أما بني جانس وحزبه كخول لافان فيتوقع أن يتخطى نسبة الحسم بمقعد واحد. نرحب بضيوفنا الكرام، دكتور أمير خنافس المرشح عن حزب العمل، أهلا بك، وأيضا دكتور إيفان كوهين مستشار إعلامي دولي سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أهلا بك، وجيسون بيرلمان المستشار السابق للرئيس الإسرائيلي ووزير الأمن. واسمحوا لي أن أبدأ مع السيد جيسون، إذا ما حصل التحالف بين الأحزاب الصهيونية المتدينة، يبدو أن طريق نتنياهو ستكون معبدة للحصول على غالبية 61 عضوا حتى قبل فتح صناديق الاقتراع، هل توافق هذا القول؟ خاصة وأنا بنت حتى الآن يرفض التعهد بعدم الانضمام لحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو. أنا لا خشف شذا بخلال برو. لا أعتقد أن الأمر واضح. وأنا أعتقد أن نتنياهو سوف يواجه مصاعب جمة لتشكيل الحكومة. نحن نرى ما يقوم به، فهو يتوجه للخطوة الأكثر تطرفا من ناحية المجتمع اليهودي وأيضا العربي، ولذلك لدينا مشكلة كبيرة هنا. الآن نحن كدولة وكمجتمع ما نحتاجه هو الاستقرار، وهذه الخطوات لا تجلب الاستقرار بل الانقسام، هو
والاستمرارية في الانقسام. وإذا استمرنا على هذه الخطوات سوف يكون الانقسام عميقا ولن ننجو من وباء كورونا. دكتور ريفن، هل يمكن أن نقول بأن الأمور تسير باتجاه ربما يريح نتنياهو والاتجاه الذي يريده بنيامين نتنياهو، لا سيما بعد ما حصل هذه الليلة؟ كان نعم. أنا أعتقد أن الوحدة في اليمين في السنتين الأخيرتين سوف تجلب لنتيجة أن الأصوات لن تضيع. كان هناك أصوات ضاعت في معسكر اليمين من قبل، ولكن في هذه المرة لن يحصل الأمر كهذا، فكل صوت له ثمنه وهو سوف يقرر نسبة الحسم، ولهذا سوف يكون لدينا معسكر يمين مؤسس وله قاعدة. لا أعتقد أن هذا سوف يشمل الجميع، ولكن بالمقابل بعض الأحزاب سوف تنضم إلى هذا المعسكر، ولا أرى إمكانيات أخرى. فالليكود هو الحزب الوحيد الذي سوف يصل ويتعدى 32 مقعدا، وهي الحزب الثاني الذي يلي الليكود هو برئاسة يائير لابيد، وهو أيضا لن يتمكن من تشكيل الحكومة. ليس هناك أي إمكانية أخرى لتشكيل هذه الحكومة. الإمكانية الوحيدة سوف تكون إن لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة هي انتخابات إضافية، ولذلك أنا أعتقد أن رئيس الوزراء سوف يتمكن من تشكيل هذه الحكومة. أنا قلت إذا نتنياهو لن يشكل الحكومة، جيدون سار سوف يركبها. كل واحد جاهز ليوقع على اتفاقيات تجلب استقرار الدولة. المشكلة التي نواجهها هنا هي أن هناك شخص لا يتيح الفرصة للباقي بأن يقوم بأمور وإدارة الدولة، ولذلك نحن الآن في مأزق. فلتروا ماذا يقوم به، هو يتوجه للطرفين متناقضين في هذه الانتخابات، وهذا الأمر لا يجلب أي نتائج، وجدون سعر سيتمكن من ذلك. دكتور أمير، هناك ما يقول إن عنجهية زعيمة حزب العمل إن صح الوصف كما يصفونها ميراف ميخائيلي ستمنح النصر لنتنياهو بعد رفضها التحالف مع قوائم الوسط يسار الأخرى، تعقيبك؟ هذا غير صحيح بتاتا. نحن رأينا بأن الاستطلاعات الأخيرة تشير بأن المرشحين الذين حاولوا أن يكونوا جزء من معسكر اليسار أو جزء من معسكر المركز يسار لم يفلحوا في محاولتهم ولم يحصلوا على أي دعم من الجماهير، وهذا هو كان السبب الأساسي وراء قرار ميراف ميخائيلي. الاستطلاعات كانت واضحة جدا في هذا الموضوع، خاصة في كل ما يتعلق بعوفر شيلاح ورئيس بلدية تل أبيب السيد خلدائي، ولهذا من الطبيعي جدا أن يكون مثل هذا القرار من قبل ميراف ميخائيلي وتنازلها على مثل هذه الوحدة، خاصة ونحن نعلم بأن كلا الطرفين أرادا مثل هذا التحالف بناء على شروط مسبقة. أعتقد بأن كل رئيس حزب كان سيرفض مثل هذه الشروط المسبقة، خاصة وأن كما ذكرت أن الاستطلاعات أشارت بشكل واضح على تدهور قوتهم الإلكترونية داخل الجمهور الإسرائيلي عامة ومنطقة المركز خاصة. نعم سيد جيسون، أيضا يعني السيناريوهات التي تمنح ساعة ربما تشكيل الحكومة، ما هي هذه السيناريوهات؟ وهل تعتقد أن الأخلاقيات السياسية يمكن أن تمنح حزبا حصل على نصف المقاعد الحزب الأكبر من تشكيل هذه الحكومة؟
نحن يقولين لارخيف ممشلة يمكننا أن نقوم بتشكيل الحكومة سواء تجلب استقرارا لدولة إسرائيل. كل حكومة كانت في السابق من حزب الليكود يمكنها أن تجتمع اليوم مع جدعون سار. ونحن نعرف أن دولة إسرائيل من ناحية ديمغرافية هي بشكل عام تميل إلى معسكر اليمين، ومن لا يريد نتنياهو أو من يريد أن شكل هذا الحكومة سوف يكون من معسكر اليمين، وجدعون سار هو من هذا المعسكر، وهو يثق بالشعب الإسرائيلي وبرؤيته السياسية، وهو سوف يجلب استقرارا إلى هذه الدولة. نحن الآن في مأزق، فنحن من هذا المساء مثلا لا نعرف إن كنا سوف نخرج من الإغلاق أو الحظر الموجود في البلاد صباحا. لذلك هو كما أسمى حزبه الأمل الجديد سوف يجلب أملا جديدا. إذا في هذه النقطة الإغلاق والحذر، إذا استمرار أزمة الوباء والإغلاقات، دكتور إيفن، هل تضر بحملة نتنياهو الانتخابية الذي ربما أراد التركيز على إعادة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل بعد نجاح حملات التطعيم؟ أنا أعتقد أن الأمر الأهم هو أن نعود سريعا إلى الحياة العادية وللحياة اليومية بواسطة اللقاحات. بعد ذلك يمكننا أن نتخلى عن الحظر وأن نفتح السوق. والوحيد الذي يعارض أو يقف في وجه رئيس الوزراء اليوم هو أن يتلقى جميع المواطنين اللقاح. هذا ما يهمه الآن، وهذا الأمر هو الذي سوف يتمكن من إعادتنا إلى دوراتنا اليومية العادية. وبدلا من ذلك، إذا لم نقم بذلك، هذا الأمر سوف يؤدي إلى عدة ضحايا من مواطني إسرائيل. قبل المشكلة التي ذكرها زميلي هنا غانتس دائما يميل إلى أن نضع نهاية للإغلاق وللحظر، ولكن هذا الأمر يضع حياة الكثير من المواطنين في خطر، ونحن موجودين في مكان لا تتواجد في أي دولة أخرى في العالم. نتنياهو قام بأمر لم يتمكن أحد آخر من القيام به، ليس فقط في إسرائيل ولكن في كل العالم. كل رؤساء الدول في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي آسيا أين تتواجد اللقاحات لم يتمكنوا من جلب اللقاحات، هو جلب عددا كافا من اللقاحات لمواطني إسرائيل، وهذا الأمر رائع. ما علينا نقوم به كمواطني إسرائيل هو أن نتلقى هذه اللقاحات، وبعد عدة أسابيع سوف نرى النتائج على أرض الواقع، ولن يكون هناك الكثير من الضحايا بسبب الكورونا. إذا كانت مجموعات المواطنين من الأعمار المختلفة المعرضة للوباء تتلقى اللقاحات، علينا جميعا أن نعمل وننشط ضد هذا الوباء.